بس انا ما ينفعش اقعد عندك اكتر من كده، انا مش عايزه اتقل عليكي. انت واخده بالك اني قاعده لوحدي واني مش من البلد دي؟ انا سايبه اهلي وقاعده هنا لوحدي، ودي حكايه طول شرحها. يمكن لو لينا نصيب ابقى احكيها لك. القصد لو مالكيش حد هنا تروحي له، وعدم لمؤاخذه يعني انت معكيش شنطه هدوم ولا دياوله، خليكي قاعده هنا لحد ما صحتك ترد وروحي مكان ما تحبي، الا لو في حد مستنيكي ساعتها ندور عليه ووديكي لحد عنه. لا انا ما اعرفش حد هنا خالص، مقطوعه من شجره. زرع شطوني كده حاجه زي كده. بصي يا بنت الناس، انا كنت نازله وسايبه لك البيت لوحدك ومامنه لك. هو اي نعم يعني البيت ما فيهوش حاجه تطمعي فيها، بس مامنه لك برضه، فانت كمان ممكن تامني لي. انا هربانه من بيت اهلي. من جوز امي. اصل امي ماتت. هو عايز يتجوزني لواحد بيشتغل معايا، قصدي يعني انه هو اللي بيشتغل عنده. وانا مش عايزه، هو طمعا في الفلوس اللي هتجيله من تحت راس الجواز، وانا ما قدرتش استحمل فهربت. هربت وخايفة ارجع عشان حاسة ان هو ممكن يقتلني. طب مالكيش اخوات قرايب؟ لا. مش معنى جيتي على هنا؟ معرفش، ركبت بقى اللي لقيته قدامي ولقيت نفسي هنا. الواحد اما بيكون بيهرب مش فارق معاه هو رايح فين، المهم بس ان هو يهرب من اللي هو بيحاول يبعد عنه. بس اللي بيهرب يبقى عامل عملة، هو بيبقى خايف لا يتعمل فيه عملة فبيحاول يحمي نفسه.